كثير من المشككين في مستقبل اقتصادي زاهر أصيبوا بالإحباط. كانت سياسة أعتقد إنها مناسبة وحكيمة ومستمرة. في البداية التركيز على الوضع الاقتصادي، وجلالة الملك يعني في اللقاء، وكنت لازلت أمين عام لوزارة الصناعة والتجارة، سألني عن موضوع الاقتصاد وموضوع الانفتاح الاقتصادي. الأردن كان قد بدأ التفاوض مع منظمة التجارة العالمية في فترة سابقة ولكنه توقف، فكان مقتنع جلالة الملك أنه لابد من إتمام هذه المسيرة لضمان انفتاح الاقتصاد الأردني، تطوير التشريعات، خاصة أن رغبة جلالة الملك بأن يوقع الأردن اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية كانت رغبة قوية. ما حصل هو أنه كثير من المشككين في مستقبل اقتصادي زاهر أصيبوا بالإحباط، وزادت الثقة بالاقتصاد الأردني إلى درجة أنه بقدر أقول لك أنه خلال الفترة هاي على أساس أرقام ميزان المدفوعات فوق ما يزيد عن 18 بليون دولار اللي فاتوا الأردن استثمارات، كان يجينا سنويا ما يقدروا 2 بليون استثمارات أجنبية تأتي إلى البلاد تعزز عملية النمو. فكان في هناك ثقة، وكان هناك وجود للاستثمار الأجنبي والاستثمار العربي والاستثمارات المحلية. أتت أيضا اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية لتعزز هذه المكانة، وقبلها طبعا كان احنا عندنا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، الاقتصاد جزء منها، لكن كان أيضا وقعنا اتفاقيات مع عدد دول، وانضمينا أيضا من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقيات التجارة الحرة العربية الكبرى، وإحنا غالب تجارتنا مع 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 الدول العربية. فالسوق الأمريكي كنا نصدر ربما لا يزيد عن 40 أو 50 مليون دينار بالسنة، لكن نتيجة الـ QIZ والاتفاقية اليوم صادراتنا أحيانا تصل إلى مليار دولار. كانت سياسة أعتقد أنها مناسبة وحكيمة ومستمرة، ولا زالت تخدم الاقتصاد الوطني حتى الآن.